مرحبا، انا يوسف بوسنالي من سوريا، عمري 26 سنه. انا من كم يوم سمعت باعلان البرنامج تبع الفنان الكبير محمد عبده، وعن جد كثير تشوقت اني اقدم عليه، لانه انا بصراحه من زمان علمونا بالمعهد اللي بدرس فيه موسيقى انه عن جد الاغاني الصعبه يعني مش مين ما كان بيقدر يغنيها، فكنت دائما اتعلم على اغاني الفنان الكبير محمد عبده، طبعا بالاضافه لمحمد عبد الوهاب والفنانين العمالقه الكبار. فهلا انا بصراحه لسه ما فت على اللجنه، ان شاء الله هيك يا رب يقبلوني، يعني شوي متوتر، توفيق من الله، دعونا.